لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، إصابة نحو 2000 شخص بحالات اختناق نتيجة العاصفة الترابية التي يشهدها العراق. في صحيفة المدى، مختصون يحذرون من مغبة تأخر إقرار الموازنة وتداعياتها على المحافظات. في موقع كتابات، العبادي لنجرفان البرزاني: لا بديل عن إعادة جميع السلطات الاتحادية في إقليم كردستان. في موقع الجزيرة نت، تركيا تواصل تعزيزاتها ومدفعيتها تقصف عفرين. في صحيفة العربي الجديد، الجيش التركي يطلق عملية غصن الزيتون في عفرين. في صحيفة القدس العربي، روسيا ستطلب من الأمم المتحدة دعوة تركيا لوقف عمليتها في سوريا. وفي صحيفة الحياة، عاصفة تلحق أضرارا بنظام S-400 الروسي في طريقه للصين. السلام عليكم. أكثر من 1,000,000 نازح سقطوا من حسابات الحكومة، أسماؤهم خارج المخيمات وبيوتهم مدمرة، حيث تتضارب إحصائيات وزارة الهجرة حول مؤشرات عودة النازحين مع بيانات رئاسة الوزراء مع متداولة لجنة المهجرين في البرلمان. فهناك أقل من نصف النازحين البالغ عددهم نحو 6 ملايين منذ ظهور داعش عادوا إلى الديار بحسب الحكومة، لكن وزارة الهجرة تشير إلى عودة 40% فقط بحسب تقرير نشرته صحيفة المدى. هذا الفارق يعزه البرلمان إلى ابتعاد رئاسة الوزراء عن العمل الميداني، ويؤكد أن وزارة الهجرة هي الجهة المعنية بالأمر، كما يرى البرلمان أن الحكومة باتت تحتسب أكثر من 1,000,000 نازح مما عادوا إلى مدن قريبة من مناطقهم الأصلية بأنه رجوع، وهو ما يرفع أعداد العائدين. وتلعب ورقة النازحين دورا مهما في تحديد وقت الانتخابات الذي يدعو البعض لا سيما القوى السنية إلى مراجعة توقيتها وتأجيلها إلى أشهر. وتقف هذه الورقة إضافة إلى المدن المدمرة كأحد أبرز الأسباب الداعية إلى تأجيل الانتخابات. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 11 من كانون الثاني الجاري عن عودة نحو 50% من النازحين لمناطقهم المحررة، لكن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الهجرة تتضمن آخر الإحصائيات لحركة النازحين لتاريخ ما بعد البيان الحكومي بثلاثة أيام، أكدت أن نسبة العائدين إلى مناطقهم الأصلية لم تتجاوز 42%. هذا التضارب في الأرقام يعود إلى احتساب الحكومة لمليون نازح من سكان أيمن الموصل الموجودون أو الموجودين في الأيسر ضمن قوائم العائدين. صحيح أن أهالي أيمن الموصل عادوا إلى المدينة، لكنهم لم يرجعوا إلى مناطقهم الأصلية، بل استأجروا منازل في الساحل الأيسر أو سكنوا عند أقاربهم. هناك 1,600,000 نازح داخلي في نينوى، بالإضافة إلى أرقام أخرى في الأنبار وصلاح الدين، ولكن بأعداد أقل. وكانت قوى سنية قد اشترطت نهاية العام الماضي إعادة النازحين واستقرار الوضع الأمني في المناطق المحررة في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني الحالي بحسب الصحيفة. هناك أمثلة على غرابة المشهد السياسي الانتخابي في مقدمتها فيضان التحالفات التي صادقت المفوضية على تنافسها في الانتخابات، إذ بلغ عددها 205 تحالفات. وثمت غرابة أخرى تعكسها تسميات بعض هذه التحالفات، وهناك مختارات منها كفى صرخة للتغيير وبيارق الخير وثأر الله والفتح المبين وصلاح الدين هويتنا والأنبار هويتنا
ومنها المال حمل جمال. إلى ذلك يدخل على الخط تحالف شيعي ثالث باسم تحالف الفتح يرأسه هادي العامري الذي يعتبر قريبا جدا من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. هذه التحالفات يقولون إنها عابرة للطائفية، لكن الكاتب كاميران قرداغ ينفي هذه الادعاءات في مقال له في صحيفة الحياة. لكن ما هي البرامج الانتخابية التي تسوقها هذه التحالفات إلى الناخبين؟ هنا نصل إلى الغرابة الأكبر، وهي أنها تخوض الانتخابات من دون برامج انتخابية واضحة تحدد سياستها وحلولها لمشكلات البلد، إذ تقتصر البرامج على عبارات أدبية تفتقر حتى إلى البلاغة ووعود عامة من نوع عبور الطوائف، على الرغم من أن تحالف المعني طائفي بامتياز، ومكافحة الفساد مع أن تحالف المعني جزء عضوي من منظومة الفساد والحكم الرشيد وخزعبلات أخرى. ولعل المصادر الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها مراقب خارجي حائر لمعرفة البرامج الانتخابية المفترضة تتمثل في مزاعم أنصار هذا التحالف أو ذاك بأنه سيحقق إنجازات ترقى إلى مستوى الإعجاز. ويضيف الكاتب قصور الكلام، كما في الانتخابات السابقة ما زال الانتماء إلى الجماعة بخير وما زالت الطائفية حية ترزق، وهاتان الظاهرتان شاء من شاء وكره من كره هما اللتان ستحددان نتائج الانتخابات وتداعياتها، وكل ما قيل وروج له من وعود انتخابية وكلام عن عراق ما بعد داعش ومرحلة عبور الطوائف تحقيقا لدولة المشاركة المدنية ليس سوى من نوع كلام الليل الذي يمحوه النهار. سؤال أطرحه بكل جرأة، هل أن البرلمان العراقي واحد أم أن هناك برلمانات داخل البرلمان العراقي؟ الذي نلاحظه هذه المرحلة من خلال متابعتنا لجلسات البرلمان أن كل كتلة تعتبر نفسها برلماناً، وأن كل كتلة لديها خارطة طريق خاصة بها، وأن كل كتلة تريد أن تنتصر على الأخرى، بمعنى أن هناك صراع إرادات، وهذا هو سبب محنة العراق، وهذا هو الداء الذي يحتاج إلى دواء، وكل ذلك يحصل على حساب المصلحة الوطنية، والأنكى من ذلك أن هناك من يستغل هذه الخلافات لتمرير مشاريعه وأهدافه بحسب ما قاله الكاتب عقيل عبد الخالق القيسي في موقع كتابات. إنما يجري في البرلمان لا يدل على الديمقراطية، الكل يتحدث بأساليب متشنجة ضيقة نشم منها رائحة الانحياز إلى الكتلة والحزب والمذهب والقومية، ناسين أو متناسين المصلحة الوطنية العليا، والسبب لأنهم لم يفهموا الدرس ولم يستفيدوا من تجارب الماضي ودروسه المأساوية مع الأسف. بعد كل ما تقدم أقول، إذا أردنا للعراق أن يتعافى لابد أن يسود القانون وأن يسود ميزان العدل، بمعنى أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، ولا نريد امتلاء كروش وجيوب جديدة. والآن والانتخابات على الأبواب، على العراقيين أن يكونوا بمستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وأن لا يسمحوا للانتهازيين والفاسدين والمجربين أن يعودوا مرة أخرى ويأخذوا مكان غيرهم من أصحاب الكفاءة والوطنية. على العراقيين أن لا يسمحوا لأولئك الذين قفزوا في غفلة من الزمن واستغلوا الساحة لأن يعودوا من جديد. عادت محافظة ديالى لتعيش مجدداً مسلسل استهداف مساجدها والمصلين وسط مشاعر القلق من مخاطر تلك العمليات على أمن المجتمع، ما دعا دائرة الوقف السني إلى زيادة أعداد عناصر حماية المساجد وطلب الدعم من القوات الأمنية بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. واقتحم مسلحون مجهولون قبل أيام عدة مسجداً في إحدى قرى محافظة ديالى، واختطفوا ثلاثة من المصلين واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وقال ضابط في قيادة شرطة ديالى للعرب الجديد إن المعلومات المتوفرة لدينا
تؤكد أن عملية الخطف نفذتها جهات مرتبطة بأحزاب أو ميليشيات، إذ أنهم استطاعوا العبور من عدد من الحواجز الأمنية القريبة من مسجد قرية كهريزة في بلدة قرتبة شمال شرقي ديالى من دون أن تستوقفهم العناصر الأمنية. وأشار إلى أن القوات الأمنية تتابعت الموضوع لكنها لم تعثر على أي معلومات، وتم تقييده ضد مجهولين، مبينا أن هذا الموضوع أثار قلق الجهات المسؤولة والتي تسعى للمحافظة على السلم المجتمعي وأمن المساجد لما لها من أهمية كبيرة في حفظ السلم المجتمعي. وتقول الصحيفة إن خطة الوقف السني غير كافية لحفظ أمن المساجد، خاصة أن عناصر الحمايات لا قدرة لديهم على التصدي للقوات التي تقتحم المسجد والتي تحمل شارات أمنية أو تابعة للحشد الشعبي، والتي تقتحم أي مكان تريده بالقوة، ويمثل استهداف المساجد ومصليها مرحلة صعبة من مراحل العنف قد تجر باتجاه توتر طائفي في البلاد، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى مخاطبة الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لمنعها حفاظا على الأمن المجتمعي. تنشب في محافظة البصرة جنوب العراق نزاعات مسلحة بين العشائر الست أو السبع في المنطقة، غالبا ما تتطور إلى معارك ضارية، وبفعل هذا العنف قد الذي يؤدي أحيانا إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر. تقف القوات الأمنية على الحياد خوفا من الانتقام. لغة الرصاص هي السائدة في المحافظة، حيث راقب بصمت خلال سنوات نزاعات بين عشائر قريته، إلى أن أصيب أحد أبنائه برصاصة طائشة فقرر الرحيل، كما ورد في تقرير لصحيفة العرب اللندنية. وأدمت تلك النزاعات وعمليات فضها منذ سنوات تلك المنطقة الواقعة على الحدود مع الكويت، ولكن ما زاد الطين بلة هو تعبئة القوات الأمنية للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فشعرت العائلات العالقة بين نارين بإهمال متزايد. إن العائلات المسالمة التي لا تمتلك سلاح لا تستطيع العيش في كل تلك المدن والأحياء، حيث تحول المعارك المناطق السكنية إلى ما يشبه ساحة حرب في مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحياناً بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف أو حتى مباريات كرة قدم. لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة بحسب ما يؤكد السكان. وفي هذا السياق يشير ناشر دورية إنسايد إيراكي بوليتكس والمتخصص في السياسة العراقية كيرك سويل إلى أن التحدي الأمني الأكبر داخلي. البصرة تعاني من مشكلة عنف عشائري كبيرة إضافة إلى الجريمة المنظمة، ذلك أن العديد من الفصائل المسلحة تتحول إلى مافيا. وتضيف الصحيفة في هذه المنطقة الغنية بالنفط، حيث تتواجد مقرات لشركات أجنبية عدة ومصاف كثيرة، فإن الاشتباكات تؤدي أحيانا إلى إيقاف عمل تلك الشركات، على وفق ما يؤكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري. يقول الشمري أيضا إنه عند وقوع نزاع عشائري ينقطع الشارع لمدة 3 أو 4 أيام، ما يمنع الموظفين من الوصول إلى أشغالهم، مضيفا أنه وقعت اعتداءات حتى على الشركات النفطية. لأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية تقوم دولة عظمى كالولايات المتحدة بتهديد جميع دول العالم بمعاقبتها وقطع المساعدات عنها إن هي صوتت في الجمعية العامة يوم 14 ديسمبر كانون الأول عام 2017 ضد قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم 6 من الشهر نفسه. ويسعى هذا المقال للكاتب عبد الحميد صيام في موقع الجزيرة نت لتسليط الضوء على المساعدات التي تقدمها أمريكا، لنعرف ما إن كانت كرما ومنة وتفضلا من بلد ذي سعة، أم هي واجب منصوص عليه في الاتفاقات الدولية والمؤتمرات ذات الصلة والتي عقدت بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة. وما تقدمه الولايات المتحدة من هذه المبالغ كلها للأمم المتحدة كفرض وليس منا يصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً،
منها 2.5 مليار لعمليات حفظ السلام. وهكذا يتبين لنا أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة هي أساساً لحماية مصالحها وتوسيع تأثيرها وحماية حلفائها وتعزيز دورها في العالم كقوة عظمى. كما تبين أن ما تقدمه بهدف التنمية لا يتجاوز 17% من المئة، وهو أقل بكثير مما تقدمه أغلبية الدول المتقدمة. وتبين أيضاً أن مساعداتها في غالبيتها لا توزع حسب الحاجة بهدف التنمية والتقدم والرخاء وتسويق ما يسمى القيم الأمريكية، مثل سيادة القانون وتمكين المرأة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، بل إنها أحياناً تعزز الدكتاتوريات وتغمض العين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويضيف الكاتب: تقدم المساعدات من فوق إلى أسفل دون مساءلة ودون وجود دليل على أن المساعدات تعزز التنمية المستدامة، كما أن ربط المساعدات بمحاربة الإرهاب وتقديم المساعدات العسكرية إنما يعزز الأنظمة القمعية. إذن فاستخدام واشنطن لسلاح التهديد بقطع المساعدات غير قانوني، وسيعزز عزلتها بعد انتخاب دونالد ترامب الذي أغضب حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وألمانيا وكندا. عمليات تجميل للإبل تحتضن بلدة رماح الواقعة على مبعدة نحو 120 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم في نسخته الثانية على مساحة 30 مليون متر مربع وسط الصحراء، بحسب ما يقول منظموه وبحسب ما نقلته أيضاً صحيفة العرب اللندنية. يشارك في بلدة رماح نحو 26 ألف جمل في مسابقة مزاين الإبل، حيث تتوج فيها الإبل بجوائز يبلغ مجموعها ما يقارب من 31 مليون دولار. ووفقا للمنظمين، دفعت حدة التنافس بين ملاك الإبل بعضهم إلى محاولة إجراء عمليات تجميل للإبل لإضفاء المزيد من نقاط الجمال والفوز بمراكز متقدمة. وضبطت إدارة المهرجان أكثر من 20 حالة عبث وغش حتى الآن. وينطلق الأربعاء المقبل إلى جانب مسابقة المزاين سباق الهجن، ويستمر حتى نهاية المهرجان، ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من 25 مليون دولار بمشاركة ملاك من الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان. كما يعرض المهرجان أطول ناقة في العالم بطول 3 أمتار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. We'll be right back.
إلى اللقاء.